مجانات الأصايل. انطلاقاتنا دائما تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبمتابعة واهتمام كبير من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كل مكان، متابعي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، على بركة الله وتوفيقه أعلنت أول انطلاقات الذلل المحليات الأصايل. مسافتنا هي مشاهدين الأعزاء 8 كيلومترات، هناك تنطلق في هذا الشوط وفي هذا الصباح، وأتوقع أن حاملة رقم 8 سوف يكون لها نصيب الأسد في هذا الشوط. نسير مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة والمركز الأول. هنا من تأتي في الصدارة، هناك هملولة مطر بن سعيد بن حضير ملك تبي من يأتي في الصدارة الأولى في مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة مباشرة هناك مع منحاف ناصر بن عبيد بن يزرب العامري اللي وصل على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت أيضا عطوة في هذه اللحظات حمد بن محمد بن عفصان المنصوري من يقدم هذا الاسم على المركز الثالث. المركز الرابع وبرة حمد بن سالم بن سليم الاكتبي من يقدم وبرة. هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الانطلاق الكبير والتحديات المثيرة في عالم الأصالة. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هكذا النتيجة متابعين الكرام. الوصول ايضا من الاسم القادم، وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، وصلت وعد، وصلت وعد ايضا صاحبة الشوط الرئيسي في مهرجان الشيخ زايد التراثي. ياتي عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، سلالة غازي تاتي في هذه اللحظات. هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، صاحبة ايضا هنا مشاهدينا الاعزاء شوط الذلال الرئيسي في مهرجان الشيخ زايد التراثي تأتي في هذا أيضا الصباح مشاركة. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام تأتي في هذه الانطلاقة، وكان في ذلك اليوم توقيت 12:46 هل يا ترى اليوم بيكون أيضا تغيير أرقام مع وعد أيضا عوض بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم هذا الاسم. الوصول هنا مشاهدينا الأعزاء من وبر الحمد بن سالم بن سليم الاكتبي من وصلت على المركز الخامس. انتقل مباشرة إلى المركز السادس والقادمة، هناك مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هنا نعود إلى مقدمة الشوط وناخذ الصدارة الأولى، هنا القادمة بالفعل على المركز السادس بدأت أيضا تبين في هذه اللحظات اللي هي وصلت هنا الشاهينية هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، والوصول من اللي بتصغاسية بن محمد النزيم المنصوري، والقادمة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام الشهامة ناصر بن راشد بن سعيد الزرعي، والوصول من الاسم القادم سلودة سيف بن سهيل بن سيف بن كلدم الخيالي، والقادمة هناك هملولة حمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء القوية والعملاقة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود أيضا إلى الصدارة الأولى، نعود إلى المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الكبير والتحديات المثيرة هنا في عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. عطوة 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 على المركز الأول، عطوة الإنجازات، عطوة الانتصارات بالفعل. حمد بن محمد بن عفصان المنصوري تنطلق أيضا على الصدارة الأولى، أيضا في رصيد العديد من السيارات والعديد من المنافسات يمتلكها أبو عامر حمد بن محمد بن عفصان المنصوري بقيادة أبو حمد، أيضا عامر بن حمد بن عفصان المنصوري بالفعل تأتي في الصدارة الأولى في مقدمة هذا الشوط، بينما وعد أيضا حاملة الرقم 8 تتواصل لعوض بن
عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام يا وعد، الوعد كان رعد ايضا هنا، وعد على المركز الثاني سلالة غازي بالفعل، والام المسك بالفعل، المملوك ايضا الام، وايضا خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي المالك السابق بالفعل كان لوعد، ياتي بهذه الانتصارات هنا المجازف، بينما انتقل مباشرة هنا هملولة مطر بسعيد بن حضيرم الاكتبي، وصل مع هملولة في هذه اللحظات ليقدم هملولة في شوط الضباب في الشوط الرئيسي الاول الخاص بزلل المحليات الاصايل. اعود الى المركز الرابع، انتقل مباشرة هنا الى المركز الرابع وحاملة الرقم 9 بالفعل من تاتي هنا وبرة حمد بن سالم السليم الاكتبي، من وصل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. انتقل مباشرة الى المركز الخامس، والوصول في هذه اللحظات هنا ايضا من حاف ناصر بن عبيد بن يزر بن العامري، احد الشعارات القوية والعملاقة، انسلتوني عن الموقع، انتصفت المسافة 4 كيلومترات المتبقية، 4 كيلومترات الجديدة تحمل القوة والإثارة، تحمل الطموحات الكبيرة، تحمل الإثارة أيضا الطاغية والأداء الراقي بالفعل من خلال تواجد هذه الأسماء القوية والعملاقة. ناخذ هنا مشاهدين الأعزاء المركز السابع، وصلت في هذه اللحظات شاهينية هلال بسعيد بهلال الظاهري، وصل في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم، بينما المركز الثامن بن صغان سيف بن محمد بن هزيم المنصوري، والمركز التاسع الوصول من الشهامة ناصر بن راشد بن سعيد الزرعي، وصل على المركز التاسع، بينما اللي في المركز العاشر وصلت في هذه اللحظات، تدخلت ايضا من خلال هذا التواجد الكبير والتحديات المثيرة اللي هي سلهودة سيف بن سهيل بن سيف بن كلدم الخيالي، من تواصل مع هذا الانطلاق. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى أيضا هناك عطوة، عطوة على المركز الأول، عطوة على الصدارة الأولى، عطوة على الانطلاق الجميل مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. اليوم السبت 23 من شهر يناير لعام 2016 للميلاد، ما شاء الله الأداء الكبير، 8 كيلومترات هي المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. عطوة ووعد تعزفان سمفونية الناموس، الميدان الجنوبي بالفعل هنا الميدان الغربي. يا صديقي يا أسامة، عود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، هنا عطوة 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 على المركز الأول، عطوة على الانطلاق الأول، يأتي حمد بن محمد بن عصان المنصوري يقدم هذه الانطلاقة، وعد على المركز الثاني، وعد عوض بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم وعد في هذا الانطلاق الكبير في هذا التحدي المثير، بينما المركز الثالث اللي تدخلت هنا ايضا هملوله مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، وصل شعار بن حضيرم في هذه اللحظات ياتي على المركز الثالث، 2 كيلومترات ونص المتبقي، جسر العبور ومرينا عنه، جسر العبور وانطلقنا منه بالفعل. هنا المركز الثالث قلنا اللي هي هملولة مطر بسعيد بن حضيرم الكتبي، المركز الرابع تدخلت وبرس حمد بن سالم بن سليم الكتبي، وصل في هذه اللحظات، ولكن هناك مشاهدين الاعزاء من حاف ناصر بن عبيد بن يزرب العامري بدأ يتدخل مع منحاف، هذه المجموعة الأولى الفايف ستار الخمس المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى، الأسماء القوية والعملاقة تأتي مشاهدينا الأعزاء في مقدمة السباق، عطوة تنطلق في المركز الأول، حمد بن محمد بن عفصان المنصوري من يسير إلى الصدارة، من ينطلق إلى المركز الأول، 2 كيلومترات المتبقي على خط النهاية، عطوة ووعد، وعد والوعد كالرعد بالفعل، وعد لعوض بن عتيق بن زيتون المهيري بالفعل، من يتواجد هنا المجازف، من ينطلق هنا مع أيضا هذا الاسم الكبير صاحبة الشوط الرئيسي، صاحبة الإنجاز الكبير مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذا الصباح الرائع والجميل في هذا الانطلاق الكبير مشاهدينا الأعزاء متابعينا
مستمعينا الكرام من خلال هذا الأداء، من خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل. تأتي هناك وعد، والوعد كالرعد بالفعل. عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، قلنا صاحبة الشوط الرئيسي في مهرجان الشيخ زايد التراثي، أيضا تأتي في هذا اليوم على المركز الثاني، يقدمها المجازف هنا في هذا الانطلاق الكبير. وصلت من حاف اسم تاريخي وعريق بالفعل، ناصر بن عبيد بن يزرب العامري يقدم من حاف هذا الاسم الكبير. خليفة بن علي الهاشمي يتواجد أيضا هنا مع هذا الشعار الكبير. بدأنا نتجه إلى الكيلو الأخير في المنعطف الأخير، خلاص بدأنا بالاتجاه إلى المنصة الرئيسية. الله 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 الله، الجو رائع، الجو ضبابي، شوط الضباب، راحت عطوة في شوط الضباب، انطلقت عطوة في شوط الضباب. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، الكيلومتر الأخير، وصلنا هذا الكيلو، وصلنا هذا الكيلو الذي بدأت فيه عطوة بالاندفاع، وبدأت فيه وعد بالانطلاق، وبدأت فيه منحاف بالقدوم. بالفعل هذه هي عطوة، هذه هي انطلاقات عطوة. حمد بن محمد العفصان المنصور يقدم عطوة بدون أي أوامر تذكر. هنا وعد على المركز الثاني، هناك عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، جولة الأوامر النهائية. الله 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 الله، تحركت عطوة، انطلقت عطوة، وصلت وعد، ولكن عطوة على صدارة، عطوة على المركز الأول، عطوة على الانطلاق الأول. حمد بن محمد العصان المنصوري، الخمسمائة متر الأخيرة، جولة الأوامر النهائية. بدأنا بجولة الأوامر، الحركة مع عطوة، الاندفاع مع عطوة، الأربعمائة متر الأخيرة، عطوة 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 على صدارة. روح يا ابو حمد، روح روح يا ابو حمد. هناك عامر بن حمد العصان المنصوري، من يقدم عطوة المملوكة لحمد بن حمد العصان المنصوري. هنا بدأنا ايضا بالقدوم من الميتين متر الاخيرة، عطوة 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 عطوة. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، عطوة على الصدارة، عطوة على المركز الاول. منطقة الثيل، منطقة الثيل تسير، هنا عطوة على المركز الاول. حمد ايضا بن محمد العصان المنصوري، تهانينا وناموس. المركز الثاني وعد، عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، وصلت على المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء، متابعين الكرام، من حاف على المركز الثالث، ناصر بن عبيد بن يزرب العامري. المركز الرابع، وصلت وبره، حمد بن سالم السليم الاكتبي على المركز الرابع، حملة رقم 9 بالفعل. المركز الخامس، انتبه يا ابو زايد، انتبه يا ابو زايد للارقام القادمه بالفعل. هملوله مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي ايضا على المركز الخامس. شكرا للجنه التحكيم ايضا القادمه هنا مع خط النهايه لتحكيم المراكز بالفعل على هذا الأداء الكبير. هكذا مشاهدين الأعزاء، عطوة أيضا تهدي السلامات إلى حمد بن محمد العصان المنصوري. هذه عطوة 12 دقيقة 43، خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لحمد بن محمد العصان المنصوري. تحية أيضا نزفها إلى عامر بن حمد العصان المنصوري، من قدم عطوة بهذا الأداء الكبير والتحديات المثيرة. المركز الثاني، وصلت في وعد عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، من قدم وعد على المركز الثاني لتقطع مسافة السباق. 12 دقيقة 44 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، بينما اللي احتلت المركز الثالث وصول من حاف ايضا ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، قدمت عروض رائعه وجميله وممتازه بالفعل لتاتي هنا من حاف. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، عشاق الاصاله، محبي هذه الرياضه العربيه الاصيله، من حاف من تختطف اضواء المركز الثالث وتدخل في المثلث الذهبي ب 12 دقيقه 55 ثانيه، جزئين من الثانيه. هكذا مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام.